بس طالما في ناس يعني خلاص هتذاكر لوحدها مش هتعرف تاخد كورس دلوقتي ما فيش امكانيه اونلاين, ايه النظام؟ تنصح بايه؟ انصح يعني يعملوا ايه مثلا؟ بص بقى بجد يعني الناس بقى محتاجه انها keep practicing, محتاجين ان هم يفضلوا يمارسوا ما يوقفوش خالص 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 يعني والله العظيم خالص يعني كل يوم كل يوم practicing. زي بقى يعني انا مش لازم ان انا اروح اخد كورس, او لو انا مش فاضي مثلا مفيش عندي امكانيه ان انا اخد كورس يعني انا ممكن اعمل الكلام ده اونلاين. في ويب سايتس وابلكيشن, في ابلكيشن اسمه Pal Talk, اسمه Pal Talk. Pal Talk بيتيح لك ان انت تعمل conversations وتتكلم مع ناس تعمل معاهم practicing يعني اونلاين, وتس totally for free, no payments. فانتاستيك. في اي مواقع تانية او في حاجه مثلا يسمعوا عشان خاطر الليسننج او يظبطوا يعني يسمعوا كتير ويظبطوا الليسننج سكيلز؟ كان انصحهم بالافلام, افلام الافلام الاغاني قوي قوي, بس يعني ما ناخدش منهم النقط قوي لان احيانا بيغيروا. انا دايما اقول هو فيلم واحد بيتكرر كتير احسن ما اشوف فيلم واحد اشوف 10 افلام كل فيلم مره واحده بس. دي نقطه مهمه جدا, لو حاجه تتكرر يبقى احسن. صح. بص هو طبعا لو حاجه تتكرر تبقى احسن, يا ريت يعني تبقى مثلا اول مره بسبتايتلز دي مش سبتايتلز يعني ابقى شايف الكلام اللي هم بيقولوه قدامي, المره الثانيه تبقى من غير سبتايتلز خالص. فاهم قصدي ازاي؟ عايز تحب تحب انا عايز اقول نصيحه يعني هي اللغه مش بس حروف واسماء وكلمات, مش مجرد ضمائر واسماء وصفات, دي اداه تواصل وتخاطب مع مجتمعات وناس ليها تاريخ وعادات وثقافات. واحفظ جمل كامله, ده كلام الفرد فاني, والقط افيهات من افلام خطاب اغاني. عايز تضيع وقتك ضيع, واعرف انت جاني حد يقول لك حاجه وانت بتقطع مش تمام, ما تتكسفش وانطلق, وهو ده اخر كلام. كل يوم لازم تتكلم حتى لو هتكلم نفسك, ناس كتير هتقول مجنون بس انت هتتقدم سون. شوف لك حد يراقب نطقك, حد عملها كام قبل. That's fantastic, right? Wow!